اقعدي يا روح ما تخافيش. ارفعي النقاب. ما شاء الله تبارك الله. ده انتي مش شجاعة وبس، ده انتي جميلة كمان زي القمر. انتي طبعا مش عارفة انتي هنا ليه دلوقتي، بس اكيد واخدة بالك ان انا مصرية زيك. ايوه. للأسف في دولتنا عدد المجاهدات المصريات قليلين قوي، وبفرح لما الاقي واحدة من بلدي بعدت عن طريق الضلال وجد جنة الله في أرض. يا شفتي لسه بقول بلدي وبلدك، مع إن في الدولة الإسلامية مفيش حاجة اسمها وطن، في دولة الخلافة وبس. الوطن ما هو إلا حفنة من تراب عفن. مش عارفة، أنا بقالي هنا كذا سنة، بس ساعات كده غصب عني ألاقي نفسي بحن لمصر، ألاقيني بحاول أفتكر أي حاجة فيها. أكلة مصرية، صورة على الإنترنت للشوارع والبيوت، لدرجة إني استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. أنا ساعات كنت بحن أسمع صوت أم كلثوم، تخيلي؟ استغفر الله العظيم. سامحني يا رب، سامحني يا رب. ولما شفتك يوم جلد المرتدة ولقيتك بتتكلمي مصري، قلت ده أكيد سلام خصوصي ليا من مصر. أنا بقالي هنا 4 سنوات تقريباً، ما لقيتش فيهم واحدة مصرية تستحق تكون قريبة مني، أديها خبرتي وعلمي. اقعدي. ولما شفتك حسيت إن ممكن تكوني أنت اللي تستحقي ده. كان طبعاً لازم أسأل عنك. عرفت إنك زوجة لأحد المجاهدين المصريين المقربين من الشيخ عمر، ده زاد إصراري إني أقابلك. عجبني فيكي سرعة بديهتك وجرأتك وإنتي بتحمي ابنك من قصاد العربية. أنا عارفة إن الأمومة فيها طاقة كبيرة، طاقة تخلي الأم تعمل حاجات مستحيل أي حد يعملها غيرها، مهما كانت صعبة وخطيرة وفيها تضحية، هتعملها بس عشان ابنها. طبعا اي واحده مكانك اكيد كانت هتعمل نفس اللي انت عملتيه، بس انا برضو حسيت ان عندك شجاعه في مواجهه الموت بصدر رحب، وده مش موجود عند اي حد بسهوله. انا عيني خبيره بتلقط المجاهدات اللي بجد، حتى لو هم نفسهم ما يعرفوش من جواهم انهم مجاهدات.